نعم الصباح وضيوفي عزيزين طبعا على قلوبنا من العاصمة الثانية والعاصمة الثالثة والعاصمة الرابعة للبنان طرابلس، يلي دائما نحن وياها بتواصل دائم مع كل النشاطات اللي بتصير فيها، وزيارتنا دائمة لهالمنطقة لمحبة الشعب يلي هو مضياف يلي بيمثل لبنان أفضل تمثيل كمان طبعا لضيوفه من خارج لبنان ولضيوفه أيضا من العاصمة بيروت. نحن اليوم رح نحكي عن الفاشن ويك يلي كان باليومين يلي مضوا، وكان ناجح جدا بمشاركة وأفكار صبايا شمالية سواء صبايا طرابلسية قدروا يوصلوا الفكرة بطريقة حضارية وحلوة كتير بمعرض رشيد كرامي الدولي، ومن تنظيم سيدي اسم الله عليها ما بتهدى أبدا، سيدي دايما دؤوبة وعملة جدا. أهلا وسهلا فيكم رولا عبد العزيز منظمة مهرجان تريبولي فاشن ويك. أهلا وسهلا كمان بفايزة الموري مصممة أزياء، وأنت كمان من أصحاب الفكرة مع الصبايا اللي معك زبيدة عكاري، كمان أهلا وسهلا فيكي. بس صباح جمال، صباح الخير. صباح يعني انا صار حكيت هيك بالترتيب من يمين للشمال. يعطيكم الف عافيه، هي مش اول سنه، هي ثاني سنه بتصير، ولكن السنه كانت كمان افضل وافضل لانه الواحد بيتعلم من الخبره. كيف الشغل مع الصبايا رولا؟ والله انا بفتخر انه الصبايا نقوني لحتى نظم لهم هالايفنت، وقت الاول مره حكوني وحكوا لي الفكره، وشفت قد ايه هن عن جد باشنت وحابين من قلبهم يعملوا شيء حلو للشمال، كثير تشجعت. انت مثل ما بتعرفني انا عايش بالكويت، صحيح. بس كراميتهم ست السنه الماضيه كنت معهم والسنه هيدا، لانه عن جد قد ما هن بيحبوا شغلهم وعم يشتغلوه مزبوط شجعوني اني اكون معهم مره واثنين. نعم، نحن شفناك قد ايه كنت اسم الله عليكي باسبارتو وان مان شو، وعم تشتغلي بطريقه راكده مطرح مطرح، وكان في عروضات ورا بعضها يعني كثير قريبه، ويختلف اول يوم عن ثاني يوم، وكان ناجح والحضور كان كثير كبير، ونحن كنا وانت كمان شرفتنا بالحضور. واهلا وسهلا بيومنا شرف. مظبوط. رولا قد ايه اخذ تحضير معك لتوصلوا لنهار الجمعه ونهار السبت؟ ليك نحن بلشنا من شهرين ثلاثه تقريبا، ما يعني ما عندنا بيريود مضبوطه، نعم. بس من شهرين ثلاثه بلشنا، بس الشغل المضبوط ما بيكون غير قبل 20 يوم من الايفنت، يعني أكيد. انت بتعرف قد ما بلش تحضر بلش الشغل على الارض الواقع قبل 20 يوم من الايفنت. صحيح، ما لنا سهل الواحد يقدر مزيكا من كلمه. صباح، كيف طلعت معكم الفكره؟ مبدئيا نحن ديزاينرز متخرجين من اسمود، كنا عايشين ببيروت، هلا عم بحكي عني وعن زبيده. نعم. في فايزه بنعرفها لنا فتره وقعدنا سوا وبلشنا نحكي بالخبريه، ومنها انطلقت يعني بتعرف افكار على افكار، ايد واحده ما بتزقف، اشتغلنا سوا. صحيح. وطلعت الشو تبعك كان عباره، طبعا نحن شفناه هون انه ساتين رائع على كلكم، كنتوا كل واحد عنده تام ما في شيء بيشبه الثاني. مزبوط مزبوط. بس شو اعتمدتي اي تام اذا بدك تخبري عن الشو شو هو؟ هلا انا مبدئيا فيك تقول مودست فاشن، يعني كل شيء يخصه بالمرأة المحجبة. نعم. المرأة الملتزمة، المرأة اللي ما بتلبس كات، بتلبس بالدكم فساتين سهلة. صحيح، وحقها تكون على الموضة. هلا مبدئيا نحن بنصمم كل شيء، بس انا ماي لاين از بريتا بورتي، يعني الألبسة الجاهزة فيك تقول. نعم. وكثير عندي جرأة، كثير عندي بحب الكولرز، ما بلبس أسود، بلبس بيج، كان في زيتي، كان في بوردو، كان في زهري، لعبنا كثير بالألوان، دخلنا البلاستيك، أنا لابسة هلا قطعة من القطع كمان. من تصميمي والشوز كمان. الفكرة إنه نحن فينا نلبس اللي بدنا إياه بالطريقة اللي نحن بدنا إياها، طبيعي ضمن المعقول، كمرة محجبة. بتكون شغلة كمان أكيد ترندي أب تو ديت ومحافظة. مظبوط. برافو، اسم الله عليك، مبين عليك اصلا الكاريزما بتطلع منك. واضح، رح تنقليها من خلال ثيابك لكل يلي بده ياخذوها. كمان بدي اروح عند زبيده. زبيده، انت عايشه بلبنان ولا خارج لبنان؟ انا عايشه بلبنان صار لي 9 سنين هلا. تسع سنين، وانت كمان مصممه ازياء. مزبوط. وكان لك عرض خلال انا كنت بعد صباح بالفاشن شو ثاني وحده. صحيح. كمان جيت من أروبا، كنت عايشة بأروبا كل حياتي، جيت على بيروت تعمل فاشن بأسماد، ووقتها طلعنا بالفكرة أنه let's do a fashion show in Tripoli. We came up with the idea وعملناها. بشو مأثرك أنت بالفاشن شو أكتر من اللي شفناه السنة؟ يعني الألوان، الألوان اللي استعملتهم أسود وأبيض وذهبي، ما كان بدي استعمل كتير لون، أنه I stayed on one line.
I used a chemistry formula which I'm wearing now. Okay. That means something. But a lot of people came up to me قالوا لي انه شو يعني؟ قلت لهم في جوجل روح شوفوا. اه ما فسرت لهم شو فعلت؟ لا فسرت لهم انه خليهم يفكروا شوي. اوكي. بس كان عرض كثير حلو كمان وشفنا يعني دائما بتطلعوا كمان السوق شو حاجياتها هيدي اهم شيء. فايزة شفنا عرض كمان مثل العين اللي شايفينها هلا بالصوف كانت موجوده تقريبا على كل الايتمز يلي عرضتيهم خلال الفاشن شو. ليه هالعين؟ شوي مايله على الاورينتال. نعم. يعني كل مره بتاخذي تام معين؟ يعني كان التام لك؟ لا على طول العين موجوده عندي بحي الله كوليكسيون بعملها. اوف على طول العين موجوده. هي العين يعني بس هالسنه غيرت لها لونها. اهم اعضاء الجسم. فينا نشوف العين اذا ممكن على الكاميرا؟ يعني سوري صباح كنت عم تقول شيء. اول هي بتستوحي كثير من العين انه مبدئيا هي بتحب هيدا فيك تقول الكاركتر وبتحطه على كل هير ديزاينز. بس كل سنه بنفوت الوان جديده. بنفوت مثلا سنه مدخل الفرو، السنه الماضيه ما كان في فرو. مدخل الفلورال برنت، السنه الماضيه ما كان في. انا بقول لك انه بالفاشن شو كنت عم تمشي ورانا اختك وعم تعمل لك احسن دعايه. كل شوية تقول لي انا اختها لفايزة. خلص يعني صرنا نعرفك قبل ما نشوفك بالفاشن شو. طبعا بدنا نشوف الصور رولا كمان. انت من الاشخاص المنتقدين بجرأة والمنتقدين يعني ما بتتركي شيء الا ما بدك تقوليه وبتعبري. انا اليوم سؤالي على الفيسبوك اذا الانسان بيعبر عن اللي بداخله. انت من الاشخاص واضح اللي بتعبري. كنت راضية عن الفاشن ويك وعن عرض الشباب والصبايا؟ رديانة مليون بالمية. نعم. لأنه بدي أقول لك شيء، نحن بلشنا السنة الماضية وعملنا شيء. نعم. هيدي السنة تحسن بنسبة 150%، معناتها نحن عم نقرب لقدام. أنت يوم اللي بتوقف محلك أنه عم ترجع لورا، الدنيا عم تمشي، نحن تقدمنا. يعني إذا بتحضر نحن طلعنا السنة الماضية على عالم الصباح وأكيد عندكم دوكيومنتري، إذا بتشوفوا الإيفنت هالسنة حتشوف قد ايه تحسن، حتى الكولكشنز تبعون الصبايا تبعون العارضين، حتى طريقه اللي انت جيت وشفت المطرح المعروض فيه، طريقه يعني حط الكراسي يعني قريب من العالم. يعني بتحسي انه ماشيين على كات ووك، بس الكات ووك استعملنا انترناشونال. شيء انترناشونال بطريقه قعده العالم، العارضين كبير من قدام العالم. مزبوط 100%. نعم. نحن هلا عم نشوفهم لمين؟ هلا الي هلا صباح. كثير حلوه صباح. يعني عن جد بدي اقول لك شغله كثير مهم، السيده المحجبه تكون ترندي كمان بنفس الوقت، تكون مثل ما قلنا محافظه. يعني نحن شفنا مجموعه كبيره لإلك وهي خاصه للمنطقه، يعني للبنان للمنطقه هون اللي هن بحجروا المنطقه العربيه. مزبوط كمان المنطقه العربيه ككل. المشاركين مين كانوا رولا؟ يعني المشاركين اكيد ثلاث صبايا اللي هن الانفنتر تبعون الايديا، وكان عندنا 3 ديزاينرز ثانيين من الشمال. انا بدي خبرك شغله جوزيف، اهم بهيدا الفاشن شو اللي هو اسمه تريبولي فاشن شو، مع انه نحن مش كلنا من تريبولي. نعم. يعني بس نحن من الشمال، انه كل العارضين فيه وكل الناس اللي عم يشتغلوا على الارض من عدا العارضات كانوا من الشمال. كل المواهب. مزبوط. يعني المصور، الفوتوغرافر، العارضين، الناس الدنيا. يعني خلقتوا كمان فرصه عمل يعني. اكيد. وكان معنا كمان كرال الفيحاء، بنوجه لهم تحيه كثير كبيره، كانوا ار انترتينمنت عظيمين. اشتركوا ب ب ب عرب جوت تالنت؟ لا شاركوا بلا عرب جوت تالنت مره او ذا فويس. ذا فويس ماني ما ادري ويتش ون اكزاكتلي، بس ذي ار فيري جود وعم ياخذوا كثير جوائز. بجننوا. انا سمعوا مفخرة للفايبس اللي كانوا عاطينا عن جد. نحن الفكره كانت انه كل الموجودين بالشمال يكونوا ايد واحده. نحن عندنا كذا موهبه، مش بس اذا بدنا نعمل شيء ما ضروري بس يكون شيء اكسكلوسيف لحدا معين. نحن بينا الكل، نحن كان بيهمنا الايمج تبعيت الكل، وهذا الشيء اللي كنا عن جد عم نفتش عليه، انه نحن اذا بنكون ايد واحده بيطلع معنا عمل ناجح، بيطلع معنا شغل كثير حلو، وهذا الشيء بين بالصور مثل ما نكون شايفين. انا بدي احييكم، بعدنا عم نشوف بعض الصور. مرقوا صور زبيده هلا من شوي. صور زبيده اللي كنت تشوفها. مرقوا هلا صور زبيده. في عندنا كمان صور لفايزة. فايزة. اذا ممكن مرقهم. انا بدي وجه تحيه كمان للصديق صوما يلي اشتركوا كان عنده. ما لا جاي اقول لك، نحن معنا هالسنين عرض مش فاشن. نعم. مش تياب يعني، كذا ديزاينر لباجز كان معنا هالسنين، وهذا كان كمان شغله مميزه. ما زال قلنا مسيو ربيع، خلينا نقول مين كان معنا. كان معنا كمان ياسمين مبسوط، كان معنا كندا حموي، كان معنا اللي كانت بروحها اجرى ياسمين. تحيه سلامتك ياسمين كمان، تفضل عليكي. كان العرض حلو. هلا نحن الكونسبت السنه تطور، لانه السنه الماضيه كان بس لديزاينرز، السنه جد صار يومين، نهار ديزاينرز نهار بوتيكس از ويل. فكمان بنوجه لهم للبوتيكات اللي كانوا معنا تحيه كثير كبيره، تعبوا تعذبوا جابوا اغراضهم. ديفنتلي. لا انا
كنت افكرك انت بتحكي. لا كمان صباح كنت منطقتي وانا وياها بس لا بدنا ننتبه. بس كمان بدنا نشكر كثير مصطفى شمسين وعبود دياب اللي هن عملوا كل شعر وميك اب العرضة. اكيد انا شوي بدي ركز كمان على شغلك باخر محطتنا، انه انت عم تشتغلي كثير ايفنتس بالعالم العربي وتحديدا بالكويت. يعطيك الف عافيه من كل الانواع وقد وقدود. انت وايناس تحيه لايناس كمان اختك اللي هي اصدقائنا وصديقاتنا، ومنفتخر بصبايا مثلك يمثلوا لبنان خارج لبنان. عيني وانا بفتخر بالصبايا طبعا اللي اعطوني الاوبورتونيتي اني ابين بلبنان. علي انا 9 سنين بالكويت، هن اللي اعطوني الاوبورتونيتي اني اجي اعمل شيء بلبنان. وكمان تحيه اكبر لك من خلال لبستي. نحن نعرف انه بكره عيد ميلاد السيده فيروز، وانا حابه اخبركم انه جوزيف شافني لابسي غير حلق عليه الست فيروز وطلب مني انه اليوم بالتصوير البس شيء عليه الست فيروز. نعم. انا لابسه خاتم مكتوب عليه انا خوفي يا حبي لا تكون بعدك حبي، وست فيروز هون كمان على الحلق. صحيح ست فيروز على القلب وعلى الراس والعين على العين على على بقلوبنا دائما واغانيها دائما بنحفظها. بكره بنقلها عقبال ال100 عيد ميلادها. وسائل الاعلام كلها المرئية المكتوبة والمسموعة راح بتكون عم بتعيد السيدة فيروز أيقونة طبعاً. الفن طبعاً. اللبناني. أنا بدي أتمنى للفاشن ويك في بلشت التحضيرات للسنة الجاية. عجب بلشتوها على مزح. هلا 2 more days. بعد 2 days. لا بس أردي فعنا عالم بلشوا يحجزوا their spots. نعم. ونحن معك رح منكم إيه اكيد اكيد انتوا بتشرفونا اكيد. نحن بانتظار كل الايفنتس رولا اللي عم بتحضريهم كمان لنكون مشاركين فيهم. تيكون دعوتك لنا على الشمال لان احنا كثير بنحب هالمنطقه وبنحب نضلنا موجودين فيها كمان. رولا ثانك يو، فايزه ثانك يو، مايا زبيده عفوا، وصباح ما تخزوني ولا بقى. بنشوفكم ان شاء الله السنه القادمه. جود لك. ثانك يو. لكل المشاهدين مكمل انا وياكم على صباح ما تروحوا لمطرح. خليكم معنا، تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. سؤالي بتعبروا عن اللي بقلبكم او لا. بعد شوي بنكمل الكومنتس. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه. خليكم معنا.